ليلى حجاج مرحبا بك في الحمامات، المسرح اللي مش غريب عليك وجمهوره ماكش غريب عليه. بالضبط، انا حمامات تحبها برشا خاطر نحسها تماشى مع معايا مع روحي، ونحس فيها روح ابي الروحي ياسي علي سريتي خاطر طلعت معه هو نقول لك انا عام. دونك نحب برشا حمامات ونحب برشا جمهور حمامات. ليلى حجاج وفية للباركور اللي عملته، للغناء وللطرب اللي اختارته، للالتزام اللي معروفة به. اليوم شفنا مراوحة بين الأغاني القديمة بصوتك المزيان، أغاني قدمتها أنت للجمهور الأول مرة، قلب المفتوح، الأغنية الرمز اللي كانت كيف كيف زادة لمناهضة العنف ضد المرأة. كيفاش التشكيلة هذه اليوم في سهرية الليلة اللي تسلطن عليها الجمهور؟ هي حبيت ان هي اسمها نجمات في الكون، حبيت ان نكرم الفنانات اللي في اغانيهم ثم مساج، ثم معناتها رساله. غنيت فلسطين، غنيت العنف ضد المراه، غنيت يعني حبيت هذيك هي فكره العرض. حبيت نثمن الفنانات والفنانين اللي في عروضهم ياخذوا فما مواقف، معناتها تنجمش تغني كهو كان للطرب، لازمك تغني زاده وتبعث رساله من خلال الفن تاعك، وخاصه باللي صاير تو في غزه ما نجموش من على الاقل كفنانين نساهموا. ونحب نقول لك بندقيه كنت ما نحبش نغنيها، خاطر انا انسانه مانيش عنيفه بالكل، لكن حسيتها اول مره في حياتي حسيتها، اصبح عندي الان بندقيه الى فلسطين خذوني معكم. يمكن 20 سنه ثاني ما كنت نجم نغنيها، لكن حسيت في الوقت هذا بالذات اللي المحاربة والمهمة باللي صاير. رغم اللي ليلى حجاج غابت شوية على الجمهور، لكن الجمهور اليوم ما غابش، شفنا حاضر ما شاء الله، يعني حضور كبير. وأنا كنت في استجوابات ما بعد العرض، عبيد شيخت جات تقول لك ليلى حجاج كما انتظرناها لقيناها، كان الجمهور وفي للعرض ليلى الليلة. والله فرحانة برشا خاطر ثم ناس جات من سوسة، ثم ناس جات من صفاقس. الحق ما كنتش نستنى، قلت ما خفت خاطر خوفوني شوية، ثم جمهور ما ثماش جمهور، ما الحمد لله خاطر العروض الأخرين اللي قمنا بهم راهو الجمهور كان موجود، لكن يمكن غيابي هذه 3-4 سنوات وحتى غيابي على الساحة بصفة عامة خلاني يمكن تقول بون زعم الناس مازالت تفكرني، مازال ولو إني خرجت شوية في التلفزة التونسية مع يسر بالحاج، نحب ياسر الميسيون بتاعها من قلبي، ويظهر لي هذيك اللي خليت الناس رجعت شوية تفكرت ليلى، ومن خلال زاد الأغاني الجديدة دمع نسا ما يهون، خاطر علي الورداني ما شاء الله عليه في الاتصال اللي بارك الله عليه، الغنية الناس كل سمعت بها، تونس كاملة سمعت بها، فيظهر لي ذاك اللي خلى بشويه اسم ليلى حجاج يرجع والجمهور حضر. في الختام بين زوز القاب، سيده الطرب والا سفيره الاغنيه التونسيه؟ سفيره، نحب نكون سفيره تونس، سفيره مراه تونسيه، خاطر كي تخرج لبرا تسمع برشا كلام خايب على المراه التونسيه، وكي يشوفوك انت، خاطر مش ساهله باش تكون جامعيه، أستاذة جامعية، معناتها تولي شيف دو ديبارتمون، شيف دو ديبارتمون تاع الانجليزيه في الجامعه، وفي نفس الوقت فنانة. الحمد لله في تونس نجم يكونوا هكا.